أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. سوف نتعرف عزيزي الطالب في هذا الدرس إلى حق الطريق الواجب علينا بإرشاد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا وأدبنا إلى آداب الطريق عامة التي علينا أن نتحلى بها عند استخدامنا للطريق، وحذر كذلك من الاعتداء على حق الناس في الاستفادة الآمنة من هذا المرفق العام. في هذا الحديث الشريف سوف نتعرف إلى الصحابي الجليل سعد بن مالك الخرزي، الذي كان حريصاً على الجلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي الحديث عنه، وبالرغم من صغر سنه اشتهر بأنه كان أعلم صغار الصحابة، وقد روى النبي حديثاً عنه وتوفي قبل الهجرة. سوف نشير إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعتنى بتنظيم سلوك المسلمين في مختلف شؤون الحياة، ومن ذلك عنايته بتنظيم سلوكهم في التعامل مع الطريق. سوف يتعرف الطالب إلى حكم الجلوس في الطرقات، إذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات لغير حاجة، وذلك لأنه يؤذي الناس ويعوق الحركة ويمنع من استخدام الطريق براحة وطمأنينة. وسوف تكون هذه الحصة على مدار هذا الدرس على مدار حصتين، سوف يتعرف فيها الطالب كذلك إلى آداب الطريق، والتي منها غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسوف نناقش ذلك ونؤكده من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية الواردة في الدرس. وفي النهاية سوف نقوم بحل ومناقشة أسئلة الدرس ليثبت الطالب المعلومات حول آداب الطريق.